احنا النهاردة رايحين نصور اختراع عجيب جدا، والعجيب فعلا انه يحصل في مصر بأقل امكانيات ممكنة. بنتفرج في الفيديوهات على الانترنت دايما في اوروبا عملية تحويل السيارات البنزين لكهرباء كده، خلاص تدي قدام تطلع. بسم الله ما شاء الله. التسارع بقى اخباره ايه؟ التسارع بص يا جماعة، احنا كل اللي سامعينه ده بس دلوقتي ورا هو، بص العربية بتجري ازاي؟ انا مش عايز اجري يعني العربية 27 اصلا ما البنزين استحالة تعمل. خلي بال حضرتك بالبطارية بتاعة العربية ما كانتش بتمشي كده. ما كانتش بتمشي كده؟ كانت بتبقى هي البطاريات بتاعة العربيات. عايزين بس نجيب دوس اخر الدواسة كده، شايفين يا جماعة؟ ما هي خلي بالك هي السرعة بتاعتها تسارعية، يعني انا كل ما ازود كل ما تزيد تجري العربية. فما بالك من لو انا ركبت ال 5600 الموتور الاكبر اللي عفى. طب هتمشي قد ايه؟ هتمشي اسرع. يا جماعه انتوا سامعين كده الصوت اللي سامعينه ده؟ يعني هو ده صوت موتور الكهرباء بس اللي انت بتسمعه في عربيات الكهرباء. كل الحاجات دي خلي بالك، ولو في عوامل، طبعا دي عربيه قديمه. طبعا ان انا ممكن اعمل بيها شويه حاجات تانية، عوازل وكده، بس انا سايب ان انا بجرب فيها. نطلع على الشارع بره؟ لا مش مستاهله، يعني احنا عايزين بس نجرب التجربه. اللي هو ايه، العربيه بتمشي ازاي؟ سهلة كده. غير سواقة 80 اوتوماتيك. انا 127 اوتوماتيك يا جماعه، يعني عربيه 127. موديل كام العربيه دي؟ موديل 85. عربيه 127 موديل 85 اوتوماتيك.